نقفل تاني نقفل تاني. والله انا الحمد لله تمام. اهلا بيك يا زاهية، اهلا بيك، ربنا يحفظك. الحمد لله تمام، انا بخير والله. انت اخبارك عامله ايه؟ بدي اسالك، عم اخد مالتي فيتامين، تمام، بتاخدي مالتي فيتامين؟ بس اخده بنعس، بس بتاخديه بتنعسي. والله بص انا عايز اقول لك حاجه، يعني هو العلاقه بالنعاس ان احنا مثلا وليكن وبيوجعني راسي، ايه هو المالتي فيتامين اللي انت بتاخديه الاول؟ ايه المالتي فيتامين اللي انت مين بتاخديه؟ انا؟ لا انا بكلم حد تحت عني، ما باخدش. لا انا بكلم حد تحت عندي. انا اسف. ماشي. ايه ده، او ده صيدليه وليه؟ إيه بص، طب بص انا هقول لك حاجه، انا هقول لك حاجه يا زاهيه. بصي إيه، لابد ان احنا مثلا وليكن لو بنتكلم عن مالتي فيتامين، احنا بناخد مثلا وليكن مالتي فيتامين معين. انا ما بنصحش اي حد ياخد اي مالتي فيتامين قبل ما يرجع للطبيب الخاص بيه او الطبيب اللي كتب له، لكن انا اروح مثلا وليكن عمال على بطال اروح جايب مالتي فيتامين واخده، دي كده. تاني حاجه، النعاس مش سببه المالتي فيتامين، النعاس ده ممكن يكون احنا بناكل نشويات كتير وبروتينات كتير. على دايما تلاقي مثلا ما تاكل اكله فيها بروتين كتير او تاكل نشويات كتير تلاقي نفسك نايمه، او اكله دسمه تلاقي نفسك عايزه تنامي بعدها. فممكن النوم ده يكون ليه سبب تاني غير الفيتامين اللي انت بتاخديه، وممكن وجع الراس ده ممكن يبقى سبب تاني المالتي فيتامين. طب ده دي صيدليه، انا عاوزه دواء فتح الشهيه. تمام، انا هقول لك دواء فتح الشهيه، بس انا بكلمك يا زاهيه هجاوب عليك بس. حاضر. انا دلوقتي مثلا وليكن لو انا عايز، انا دلوقتي لو انا عايز، لو انا راسي بتوجعني، لو عندي مثلا صداع مستمر ورهاق مستمر وتعب من اقل مجهود، ممكن يكون عندي انيميا، فبطلب منك ان انت تعملي تحليل صوره دم كامله علشان تعرفي هل عندنا انيميا ولا مش انيميا، لان الانيميا ممكن تبقى سبب في وجع الراس اللي موجود عندنا، ممكن الانيميا تبقى سبب مثلا وليكن فحته ان انت بتاخدي مالتي فيتامين. ليه بتاخدي المالتي فيتامين؟ ماشي، انا باخده بس كوقايه. ماشي، الدكتور كتبته لك ولا انت جبت حاجه؟ ما هو برضو انا بنصح لو حد هيجيب مالتي فيتامين قبل ما يرجع لدكتور او كده، على الاقل يختار شركه كبيره تكون معروفه، علشان يعني الشركات الصغيره كتير والحاجات الغير فعاله كتير والحاجات اللي ممكن تسبب لنا مشاكل كتير، فعشان كده برضو يعني يكون بتوصيه من طبيب بالنسبه ان انت بتاخد مالتي فيتامين. اما بالنسبه لوجع الراس، وجع الراس ده ليه مشاكل، ليه اسباب كتيره جدا. ممكن نقول وجع الراس ممكن يكون بسبب مشاكل في العيون، لو احنا عندنا مشاكل في العيون وجع الراس ممكن يبقى بسبب مشاكل العيون. لو عندنا التهابات في الجيوب الانفيه ممكن يكون عندنا وجع في الراس. لو عندنا التهابات في الاوعيه الدمويه ممكن تبقى سبب في وجع الراس. الصداع النصف سبب في وجع الراس. الانفاك سبب في وجع الراس. لو احنا مثلا وليكن عندنا مشاكل في الاسنان، الاسنان ممكن تبقى سبب في وجع الراس. لو عندنا طنين في الاذن ممكن طنين الاذن يسبب لنا وجع الراس. فالاساس ان احنا نعرف ما هو سبب وجع الراس اللي موجود عندنا. ممكن وجع الراس ممكن يكون بسبب اكل وجبه دسمه وملي البطن بتاعنا، فلابد في البدايه. تاني حاجه بالنسبه بقى لعبدان ده بيقول عاوز دواء فتح شهيه. لو انت عايز دواء فتح شهيه، لو انا بتكلم مثلا دلوقتي احنا بنقول يا دكتور احمد عايزين دواء فتح شهيه. دواء فتح الشهيه يا جماعه بالنسبه للناس النحيفه احنا ممكن نقول مثلا وليكن في ادويه كتير جدا، مثلا وليكن عاوزه دواء فتح شهيه. ما هقول لك على حاجه، مثلا وليكن يعني انت عندك كام سنه بالنسبه لفتح الشهيه؟ انت عايزه مثلا لسن كام سنه عشان اقول لك حاجه تبقى مناسبه ليك؟ يعني والله انا ممكن مثلا وليكن لو وقت انساني، انا طبعا ما اقدرش انساني والله، 13 سنه مثلا. والله انا بفضل مثلا وليكن لو بنقول مثلا عايزين فاتح للشهيه لطفل لحد عنده 13 سنه، انا ممكن مثلا نقول من ضمن مكمل غذائي هو يعني يساهمنا في ان احنا ممكن نفتح شهيه الطفل على الاكل. في حاجه اسمها موجوده في السوق المصري اسمها شوكو مونستر. شوكو مونستر، الشوكو منستر ده يعتبر من ضمن الحاجات فواتح الشهيه الطبيعيه. ام البرنس عليكم السلام ورحمه الله وبركاته. ام البرنس لا فاتح شهيه، لو بقول فاتح شهيه ممكن نقول جيب حاجه اسمها شوكو منستر، كيس على كوبايه ميه دافيه او لبن دافي ونشربه يوميا كشوكولاته، هو بتعمل كاكاو كده بيتشرب مثلا كمشروب للطفل يفتح شهيته على الاكل يعني.
ازيك يا باشا؟ حابة تكملي معايا؟ معلش انا دكتور اسف، امبارح، لو حابة تكملي معايا تحت امرك. لا ربنا يخليك يا رب. ربنا يسهل، ربنا يبارك فيك.